غوبونجور، مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. كما تشوفوا اللوجو اللي باش تعودوا عليه اللي هو نتاع لا مارك كونفي، مارك اللي تلقاو فيها كل ما هو ديكور وكل ما هو مابل. الماركه هذه اللي هي ياسر دي برودوي نتاعها تحفونين على الاخر، برودوي دي كاليتي، ديزاين اي توندونس افيك بري امباتابل، وكما شفتوا عندهم ان بون سيرفيس وعندهم مود دو بايمون بار فاسيليتي للناس اللي تحب تاخذ من عند كونفي مارك. نحب نذكركم انه كونفي مارك عامله باك العروسه اللي هو هديه للعروسه اللي عرسها ان شاء الله باش يكون قريب. شنو فيه؟ فيه بيت فطور وبيت نوم وبيت صلاه. شنو يلزمها تعمل العروسه لهنا؟ معناها كان تدخل الباج الخاصه ولا سيت زاده الباج بلوتو الفيسبوك نتاع كونفي مارك، تلقى تصويره فيها اللوجو نتاع قناه التاسعه. التصويره هذيك تلاقي فيها ثلاثه من صحابها، نساء ولا رجال راهو، ودونك وتبارتاجي التصويره، وكيف كيف هما زاده يبارتاجيو التصويره وتعمل بارتاج للباج نتاع كونفي مارك. وهنا من بعد يعملوا تيراج او سور وتربح ان شاء الله بيت الفطور وبيت الصاله وبيت النوم كما قلنا لكم الباك مارياج. نحب نذكركم انه كونفي مارك وين موجوده؟ في تونس، موجوده في المنيهله، في سكره، في سوسه، في قصر الهلال، في جمال وفي الجم. تليفوناتهم 73 570 511 والا 58 388 718. دونك كونفي مارك للناس اللي تحب تشري الموبل وتحب تشوف الديكور، حتى كان ما يحبوش يلعبوا اللعبه هذه مش عرسهم قريب، ينجموا يدخلوا يلقاو كان دي بون كاليتي مع كونفي مارك. هكا صافي من توا العروس انت ولا مزيتش؟ لا روحي ميسان الروحه باش نبعث دونك احنا ما نعرفش نرجعوا بحذا لي شيف والا لا، نشوفوا ما نرجعوش بحذا لي شيف. دونك نمشيو ديريكت لفقره سي عماد البقلوتي. صباح النور فطوم، صباح النور البنات. اليوم قصتنا مختلفه شويه، قلنا نبعدوا شويه على الحزن والمواعظ ونحكيوا على دنيتنا كيفاش ولات، وين هما ايامات قبل، وين ريحه المحبه اللي تفوح من كل حومه، وين هما اولاد الحومه اللي كوروا وقلبينها بالحس وقبل المغرب تلقى كل واحد شاد دارهم ويقرا على روحه، وينهم الايامات وقت كان يتعدى رجل كبير والا مرا كبيره تلقانا الراس مطبس وعينينا في القاعه، وينه وقت العوله وقت تلم العائله الكل ونعملوا فيشته وتلقى ضحكتنا تشرقع في الدار، وينه سيدي رمضان وريحه الخبز العربي وريحه زلابيتنا ومخارقنا والملسوقه الديري والمدفع كي يضرب نجريو لديارنا باش ناكلوا صحيين شربه سخون وبعد نتعاركوا باش نتفرجوا في المسلسل في التلفزه، وينه الوقت كي كنا نقراو والنتائج تتعلق على حيط الليسي ولا بالبوق كانت تفكروها، على الاقل خير من SMS بارد ما فيهش روح، علاش بعدنا على بعضنا؟ علاش صله الرحم ماشيه وتتهدم؟ علاش نعيدوا على بعضنا ميساج فيسبوك ونطمنوا على بعضنا في ستوريات في الانستغرام؟ علاش السقينه ثقلت على عائلتنا؟ علاش ولينا عبد التكنولوجيا؟ والأسوأ من هذايا انه نستعملوا فيها بطريقه غلطه، راهم اسمهم مواقع التواصل الاجتماعي، يعني باش نعرفوا عباد جدد ونتواصلوا معاهم. علاش ولينا نتلموا كان في عرس والا في موت؟ حياتنا ولات خايبه برشا. كلتنا الدنيا بمشاغلها وخلتنا عبارة على روبوات، نقوموا نخدموا نقراوا ناكلوا ونرقدوا كأننا عايشين وحدنا في جزيرة. حاولوا القاوا الوقت لعائلاتكم، لموا الشمل، ارجعوا الجو قبل وقت كانت الضحكة من القلب. هيا نتلموا ونعملوا ونلموا بعضنا ويزينا ما تشتتنا ويزي من صله الرحم المزيفه، ما فماش ما خير من العائله ومحبتها وريحه جدود وضحكه الصغار، لازمنا نربيو صغارنا على حب العائله وعلى صله الرحم، على خاطر في وقتنا توا حتى اولاد الخالات ولا اولاد العم كي يتقابلوا في الشارع ساعات ما يعرفوش بعضهم، صغارنا مستحقين العائله وحنانها، خاطر العائله تجم تبني شخصيه الصغير وتساهم مساهمه كبيره برشا في تكوين شخصيته، مش كيما صغير يتربى في وسط عائلي متوازن ومش كيما صغير يعني تربى في وسط عائلي مشتت، راهو اي تفصيل في الدنيا هذه ياثر في صغارنا بالباهي والا بالخايب، ورثوهم حب العائله واحكيوا لهم على وقت قبل فماشي ما يعاودوا حتى هما يحايرون الماضي نتاعنا ونرجعوا لايام زمان. حلو ما احلاه النص، ما تكتب فيهم انت ولا شكون يكتب فيهم؟ تكتب فيهم يسر الصافي. بالحق تحيه ليسر. اوكي علاش ما تقولش مالك؟ تحيه ليسر الصافي. تحيه ليسر الصافي، برافو يسر، نصوصك ياسر مزيانين. دونك نجيو للصفصوف. فاطمة جينا الغبريك عجيبة غريبة اللي سادة المشاهدين الكل هم يبعثوا لي في المساج على الفيسبوك يقولوا لي مالا حكيت ومالا طلعات قاعدة تطلع بهم. اليوم باش نهزكم البرشا عجيب وبرشا غرايب. باش نبداو أول عجيبة غريبة واللي هي باش تجينا من قبيلة الهوتنتون الإفريقية. إيش عندهم في قبيلة الهوتنتون يا فاطمة الإفريقية ونقص من التشويش؟ عندهم إنه إصبايا البنيات في قبيلة الهوتنتون الإفريقية يعملوا صفيرات في شعرهم من القدام ويهبطوا صفيرات من القدام. كل قايله علاش؟ ديما نشوفوا باش يحوالوا
خاطر عندهم الحول. هاو يضحك عيبنا، عندهم الحول من اهم صفات الجمال عند المراه، وكما قاعدين نشوفوا معايا في التصاور المراه الحوله. انا غادي نلقى حد يخطر عندي خصوص الدين، مش بشرط ياسر، اما انا مش من هوت انتم، اما بالحق عندهم هذه اهم صفه للجمال للمراه في القبيله هذيا. نمشيو للدولة العربية أخرى، قليل وين نحكي عن الدول العربية، لكن حبيت أن نذكر دولة عربية اليوم هي مصر. إيش عندهم في مصر؟ عندهم عجيبة غريبة في مصر، عندهم معتقد عجيب غريب، واللي هو يقول أنه ممنوع أنه الشخص يعفس على قشور الثوم أو قشور العظام. في معتقد في اعتقاد منهم أنه هذا يجلب لهم الحظ السيء النكد والفقر لأهل البيت، وتوارثوا العادة هذه من قديم الزمان. يفطوم علاش؟ على خاطر في سبرهم في معتقداتهم قشور الثوم يعملوا بهم يعوذ بالله الاعمال السحر السفلى والشعوذاء. هذا حسب اعتقادهم. نسمع بها الحكايه هذه، حتى في تونس يذولي فما نعرف قشور العظام قشور الثوم، لا ما نعرفش قشور الثوم الاغلب. دونك عندهم بالنسبه ليهم اللي يعفس على قشور الثوم إلي ويلو ربي. نتعداو مع بعضنا للعجيبه الغريبه الاخرى، باش جينا من سنغافوره. في سنغافوره عندهم اداب ياسر بالحق، سون تخي ديسيبليني الشعب هذايا. عندهم قانون انه يمنع تناول الطعام والشراب في المواصلات العامه في سنغافوره، وهذا ماهوش بموجب التربيه ولا الاخلاق ولا الثقافه ولا الادب فاطمه لا، وانما هناك قانون يجرم ذلك الفعل ويخلي يحط المخالفين اللي يقوموا بالفعل هذايا فاطمه وصلت عليهم غرامة مالية يعني كبيرة على الاخر. دونك يخلصوا غرامة مالية كبيرة برشا. دونك الغادي ماذا بيك حتى باش تشرب دبوزة ماء، حتى دبوزة جو، حتى أي حاجة في موان دو ترونسبور بوبليك انتردي في سنغافورة. الحمد لله في تونس ما عندناش القانون الجاي. الحمد لله الحمد لله، احنا نفطروا في الكار نتعشاو في التراب نخليو الدنيا مسخة محلاها تقرويح للأسف. والله للأسف وي نمشيو لروسيتا. أنا جا وقت غوسيتا هما في بالي عجيبة غريبة وحدة أخرى. مي بون ما يسالش نستنى فيها. جا وقت غوسي ستايل اللي هو برعاية فانجو بوانت ان. اليوم عملت اون سيليكسيون بوغ هوم في لي شوسور 100% كوير. دونك باش نبدا لكم بالسيليكسيون الاولى اللي باش نشوفوها، عندنا لي شوسور هذوما اون كوير. ديما هكا نحط لكم معناتها لو تخوك اللي تلقاو فيه اللي يبدا هو 100% كوير، واللي تلقاوه ديما في الصباب. ديجا حكيت لكم انا قبل كيفاش تلقاو الطرف الجلد هذيك اللي هو يعني انه لا ماتير الي 100% اون كوير. وهوني مش كان معناتها الصابات من برا، حتى الانتيريور سي اون كوير، معناتها لا دوبلور اون كوير. عندنا السومير المزيانه اللي هي اون غوم. شوفوا لا فينيسيون ياسر حلوه، لي لاسي زاده، فما لا سيربيكور هذيك، معناتها بالحق سي ان موديل ياسر حلو اللي تنجموا تلبسوه. اي لو كونفور بيان سور، هذيك من اهم الحاجات اللي هو سي تري كونفورتابل، معناتها هذوما لي شوسور هذوما سون تري كونفورتابل. نتعدى للموديل الثاني. دونك كيما تشوفوا زاده عندنا الكولور المارون اللي هي زاده اون كولور ياسر حلوه، وهذوما يقعدوا من الالوان الكلاسيكيه اللي ديما الراجل يستحقهم، معناتها هوني تنجم تلبسوا مع الكوستيوم ولا ان بونتالون معناتها كلاسيك، ولا حتى افيك ان جين اي اون شوميز هكاك، يعطينا ان لوك تري كاجوال اي اوربان. دونك الحاجه زاده الحلوه اللي في لي شوسور هذوما اللي لا سوميل الي تري سوبل اي تري ليجير. وهوني من الحاجات زاده المهمين سورتو للرجال، ما عرفش انا يخدموا في بانكا ولا في حاجات هكا اللي يبدا يقعد نهار كامل بصابات واقف وكل، من لي شوسور اللي ياسر فيهم كونفور. نتعداو للسيليكسيون اللي من بعدها. دونك السيليكسيون هذا زاده فيها لي شوسور هذوما اللي كيف كيف 100% كوير، اما هوني نشوفوا السوميل اللي هي اون غوم وهكا عاليه شويه، معناتها مش كيما الطالون الكلاسيك اللي هو زاده من سبابة الحلوين. نشوفوا لا فينيسيون نتاع السوميل اللي هي مزيانه وهي اون غوم. دونك كيف كيف لا دوبلور 100% اون كوير، السوميل اون غوم اي لي لاسي اون كوير. وهوني زاده لي شوسور هذوما لا دوبلور سامحوني انتي بكتيريان. دونك الحاجه الحلوه انه ريت كي معناتها كي السيق تعرق وكل شيء، هوني ما فماش هكا الروائح الخايبه وكل شيء. دونك حاجه ياسر مزيانه عند فان جو ديزاين. دونك فما الموديل هذا اللي زاده ياسر حلو، والسوميل نتاعو زاده اون غوم، فما هكا شويه الكولور النوار وفما الجري. نشوفوا لي بوانتي اللي موجودين اللي على الصابات، لا فينيسيون ياسر حلوه، لا سوربيكور. دونك هوني فما زاده الحاجه الحلوه اللي لا دوبلور هذايا سي اون دوبلور انتي بكتيريان اللي مصنوعه بها لي شوسور هذوما اللي هما ديما نقول 100% كوير من عند فان جو ديزاين، اللي حاجه ياسر مهمه كي تبدا لا دوبلور انتي بكتيريان هكاك نحسوا الاريحيه في الـ في الـ في لي شوسور هذوما. دونك هذوما ياسر حلوين، تنجموا زاد تلبسوهم افيك دي جين ولا دي بونتالون شينو، معناتها بور ان ستيل تري كاجوال. نتعداو للسيليكسيون اللي من بعدها واللي هما لي سانتور.
دونك اللي هما لي سانتور عندنا اخترت انا دو سانتور واحده في النوار وواحده في المارون سي لو ميم موديل هوني نشوفوا البوكلي معناتها ميتاليك هكا بروسي سي زيد محليه الفينيسيون هوني ديما في لي سانتور الحاجه الحلوه كي بداو اون كوير ديما فما فينيسيون مزينه فما كوتور ياسر حلوه خاطر بالحق من الحاجات المهمين عند الراجل كي تبدا السانتور نتاعو مزينه زيده دونك عملت سيليكسيون في النوار وفي المارون وفما اون اوتر سانتور اللي هي ياسر حلوه اللي هو البوكلي نتاعها هذا ريفيرسيبل معناتها هوني نفس السانتور تنجم تلبسها على الكوتي معناتها مارون ولا نوار جوست دور البوكلي نتاع لا سانتور وبيان سور السانتور كيف كيف ميتاليك ياسر حلوه معناتها هوني الحاجه زاده به البوكلي هذاك الكولور نتاعها ما يتبدلش خاطر نعرفوا فما دي سانتور لي بوكلي مع الوقت يوليو يكحلوا ولا هكا يبليحوا البوكلي هذايا لا وبيان سور 100% كوير دونك هذايا لا سيليكسيون نتاع لي شوسور ولي سانتور في فانغو فانغو ديزاين تلقاهم على فانغو.it الحاجه الحلوه واللي جيتكم بها اليوم اللي هو تعرفوا سان فالنتان قرب والكادوات وكل شيء فانغو عمل كارت كادو الكارت هذايا بيان سور احنا شنو ديما نسالوا زعما العبد هذاك شنو يحب ونقعدوا في الاسئله هذايا شنو نشري له كل شيء تنجم تعطيه الكارت كادو هذايا بالمونطون اللي انت تحب عليه مثلا كان 50 دينار باش تخلصها ب 50 ب 100 دينار وتعطيها للعزيز عليك وهو يدخل على فانغو.it وباش ياخذ الحاجه اللي هو يحبها واللي هو شاهيها بوتيتخ والحاجه معناتها اللي زاد يستحقها. تعطيها للعزيز عليك. فوالا نعطيها للعزيز عليا والعزيز عليا والعزيز عليا. دونك حاجه بالحق انا عجبتني ليدي نتاع هكا كارت تنجم تهداها وهكاك خاطر ساعات ديما تقعد تخمم فوالا تخلي لا ليبرتي دونك ديما تقعد تخمم شنو باش نادي وحاجه الحلوه خاطر على فانغو.in فما برشا حاجات ابار الحوايج معناتها والارتيكل كادو والاكسسوار معناتها تنجم تهدي لامك لخوك لحبيبك اللي تحب انت معناتها بيان سور الكارت هذايا باش فيها ان كود سكري اللي من بعد باش يعطيوه للعبد اللي باش يستعملها وكي باش يعمل لاشا نتاعو على الكونت باش يطلع له 0 مليم دونك مش باش يجي المونطون خاطر كي باش يحط الكود سكري هذاك ماهوش باش يجي معناتها المونطون اللي هو شري بيه او كونتخيغ باش يجيوه صفر 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 معناتها كادو هذاك اكثر معلومات بيان سور وكي تحبوا معناتها دوتخ انفورماسيون ما عليكم كان باش تتصلوا بال 71 196 990 وباش تلقاو لو نيميرو اسفل الشاشه ولا الباج انستغرام والفيسبوك فانغو.in دونك ميرسي فانغو بالحق ميرسي وي تعرفونا على الاخر خاصه فاست تحكيت الكارت كادو ياسر سامباتيك ميرسي بوكو فانغو.in ونمشيو ونختموا مع لي شيف. اكيد فاطمه هكا نكونوا احنا وصلنا لنهايه المشوار المخصص اليوم للطبخ في برنامج الماتينال. شيف فتحية شواشي حضرت لنا برشا كعابر برشا الوان مزيانه. نبداو معها هي باش نختموا ومن بعد نجيو للاطباق المالحه اللي اخترتها وقت نفات الحصير. انا اليوم اخترت باش نعمل الكعابر بالبسكوي هذوما بون كل واحد وشنو اختياره فيهم الباز نتاعهم هي البسكوي جوستمون تنجموا تعملوهم لي كونسونتري معهم شويه فاكهه والا معهم كاكاويه مهروشه انا اليوم عملتهم بالنوات كوكو وشويه لوز مرحي حطيت لهم حليب كونسونتري اللي ما يحبش الحليب فهم برشا عباد تحبوش حليب كونسنتري ينجموا يستعملوا معجون سيكا مابريكو يعطي نكهه بنينه وفيه اسيد معناها سبستانس تاعو خارقه للعاده باش تعطي العلكه للكعابر بتاعنا تعجنوهم تلموهم حتى لين يوليو يتلموا في اليد بالقدا باش ما يتكسرش ما يتفترشش وريتكم كيفاش تحطوا معاهم شويه زبده بيان سور ذوبوا لهم شوكولاته تغطسوهم في الشوكولاته بعد تغطسوهم في اللي تحبوا انتوما اذا كان بالكاكاو ما يستحقوش تغطيس في الشوكولاته اذا كان بلاش كاكاو كل مره وين باش تغطسوهم تغطسوا في الشوكولاته ذايبه الشوكولاته ما تزيدوها حتى شيء ذوبوها باماغي وتحطوا بالوريتكم كيفاش اما كوردون والا بروشيت تحطوا تغطسوهم وترميهم في اي حاجه باش تلفوا فيها فاكهه لوز بوفريوه انتوما اختيار لكم انتوما حطيت فيها بالطبيعه لابد زوز باكويت سكر فاني سمارت شيف للنكهه باش يخرج مطعم البسكوي تنجموا حتى تعملوا بسكوي في الدار ولا بشكوتو في الدار هذا كيرجع لكم انتم الاختيار ان شاء الله تكون عجبتكم تبارك اليوم ابعثونا اقتراحاتكم واحنا
الكل رحبوا بهم ورحبوا بالسادة المشاهدين اللي تبعوا فينا ومهتمين بنا، كما رحبوا بالمزودين تاع اللي ماتيا غدوما النوبل اللي مزيانين اللي يعاونونا في نجاح لي غوسيت تاعنا. نقول لكم الى اللقاء في دبر اخرى. يعطيك الصحه شيف فتحيه. احنا مع اختنا فاتن نشوفوا هالاطباق المالحه المزيانه اليوم اللي كانت فيها مرقه بنينه برشا، كما قلنا بق زمني ومن الاطباق التونسيه لكن بكلها منفعه، تحكي لنا عليها اختنا فاتن ونشوفوا معاها بعد الطاقه المزيانه والسليطه. الو نبداو بالمرقه تاع الخضره. مرقه الخضراء بيان سو خديت السلق والسبناخ خلطتهم مع بعضهم، قصيتهم والمعدنوس خلطتهم مع بعضهم، وبعد خديت اللحم والحمص وبصله، حكيت بصله خشينه باهيه باش تجي متقطعه ما تجيش ميه، حطيتهم مع الحمص واللحم، وحطيت طماطم سيكا مغرفه مليان باهيه على حسب الكونتيتي اللي طيبتها اليوم، معاها مغرفه هريسه زاده وفواحد ملح وفلك حلو تابل وكركم باهي برشا. خليتهم يتغيرون كي يتيبوا شويه، وفي ساعه في ساعه حطيت الخضره، معناها اللحم والخضره لازمهم يتيبوا مع بعضهم سله سله، مش في برشا ماء باش تجي لونها هكا، ما كريتها مستخضره لا هي حمراء برشا ولا هي ماء باهي برشا، تقعد تيب سله سله. ومن بعد رميت الخرشف طاب ورميت كعبتين لفت زاد يبننها ياسر اللفت، قصيتهم على زوز ورميتهم، وفي الاخر وقت جيت باش نرمي الفلفل حطيت زوز قشور نتاع قرص يبنن ياسر المرقة الخضرا، يعطيها نكهه سيترون، يعطيها نكهه ياسر بنينه. هذايا بالنسبه لمرقة الخضرا. اي وبالنسبه للتاخت مزيانه. بالنسبه للتاخت عملت الفون دو تاخت نتاعي، حطيته تيب نص تيب كما وريت الساده المشاهدين برشا مرات البات نتاعنا، وحطيت البصل والثوم يتقليو في القلايه معهم السبناخ والحم المفروم، تقليو مع بعضهم هكا دوب ما طابوا شويه درجين من زمان. في الماء نتاع السبناخ طيبت اللحم، فك الماء نتاع السبناخ شاح الكل مع بعض، وفواحد ملح وفلفلك حلو شويه نواد موسكات. حطيت شخشختها بجبونات المرياح، متوفر انا من نجم نعمل لي تاخت والتواج نتاعي الحقيقه كان بجبونات المرياح، خاطر الجبن بنين ويعطي نكهه ويعطي انكتيوزيتي، وجبن بنين برشا ويذوب خاصه باش ما تجيش التاخت نتاعنا شايحه ولا هلا لي غراتان ولا التواجن ديما احنا نستعملوا فيها لي فروماج من عند مرياح بانواعها، سواء الجوغيير ولا الجودا ولا الدم الكل يعطي لنا نكهه، ولا لا في ميكات وزاد حتى الفومي يجي في لي فارس بنين برشا ولا في لي بيتزا. الوغ بعدها هي حضرنا سلايطه باش نهضم وخلطت عاد من بعد الفارس هذيك، حطيت عليها الكريم فريش وحطيت عليها العظم وخلطت بالكدا ورجعت للفور، خليتها كملت طابت 20 مينوت باه، وعملت مع هذوما زوز حاجتين قوين شويه هم هاي. عملت معاهم سلايطه خضراء سامبل ليتو طماطم مايس ما فيها حتى شيء معناها، وحطيت معاها جبن المرياح باه، الجبن هذاك الابيض السيسيليان ولا التستوري لا مش السيسيليان التستوري هو اسمه ذاك الجبن السرداني السرداني فوالا اكل تري شويه يبقى الملح نتاعو معدل بنته وماهوش مالح خارق العاده ويجي تري شوي كما قلت ماهوش تري شويه ماهوش شيء، من نوعيه الجبنات الممتازه اللي تقدمها مرياح يجي بنين في السلطه هذيا. خلطته فريمون حطيت كونتيتي باهيه، خلطت مع اللي تشوفها وحدها قارس وزيت زين وملح وفلفلك حلو مشكوره. هذوما الاطباق نتاعنا نتاع اليوم، ان شاء الله غدوه اطباق جديده نهار جديد ان شاء الله. مشكوره اختنا فاتن العصيري على مجموعه الوصفات اللي قدمتها الربات البيوت تتبع فينا في برنامج ماتينال. نحييكم الكل ونقول لكم تفرجوا فينا غدوه في موعد جديد ان شاء الله على قناه التاسعه، ونقول لكم زاد للناس تتبع فينا وتتبع في جديد نتاع الاكاديمي دي شيف، تلقاونا في 14 نهج الامام الرصاع مون بليزير تونسي، اذا تحبوا تجيوا على عين المكان وتشوفوا الانفراستركتور نتاعنا البنيه التحتيه نتاع المدرسه هذه، وتشوفوا شنو نقدموا من انواع تكوين لوليداتكم والا ليكم انتم زاد اذا كنتم مغرومين، فما لي فورماسيون اكسيليري تنجموا تلتحقوا بهم، تتواصلوا معنا اكثر من خلال صفحتي التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ولا على انستغرام لاكاديمي دي شيف بالفرنسيه. اللي يحب يسالنا ينجم يطلبنا على الرقم 23 06 14 14، وهكا احنا نجاوبوه على كل تساؤلاته. من عندي نقول لكم الى اللقاء. مع
ميرسي بوكو لي شيف، وبالحق الاكاديمي دي شيف المقر نتاعها ياسر مزيان، انا مشيت له شخصيا وشفت قداش محلاه. بون وعدني بقاتو تو ما ذقتو ما نسيتش علي الكوريا رشوه ولا علي احنا مازال ما صدعناش ما صدعناش حتى شيء تدلوا في كل وقت. اوكي جورو ميرسي ماما روسيا. كل عاده نشكر متابعين الماتينال على قناه التاسعه، نقول لكم ابعثوا لنا الاقتراحات نتاعكم والمساجات على الباج اوفيسيال الماتينال غوسي ستايل انستغرام وغوسي ستايل فيسبوك. جو ميرسي جويس اللي تلقاو في سكر نبل وياسمين حمامات، باج انستغرام وفيسبوك جويس موان 50% في الفونت اون ليني اي اون بوتيك. جو ميرسي جولياس اللي تلقاو في اكثر من 15 بوتيك على كامل التراب الجمهوريه، ولي سولد يوصلوا حداك شي 50%. الباج فيسبوك وانستغرام شوسور جولياس. اي جو ميرسي بيان سور لارتيست كوافور يمن اللي تلقاو في حي الواحات، باج انستغرام وفيسبوك يمن لارتيست كوافور. دونك انا نشوفكم غدوه ان شاء الله. نشوفكم غدوه روسي، حتى انا نشوفكم غدوه بيان سور. نشكركم على تفاعلاتكم معنا، على مساج الحلوين، على كومنتير الحلوين اللي قاعدين يجيونا على الباج الماتينال، زاد كيف على كونت بريفي نتاعنا. نشكر دونك بوتيك سيسترز اللي قاعده تلبس سيد القهوه في العوينه دخلت حي الواحات، باج فيسبوك بوتيك سيسترز، باج انستغرام فاشن بوتيك سيسترز. ريميرسيمون لارتيست كوافور يمن تلقاو في حي الواحات بور لا ميزون بوتي، باج فيسبوك اي انستغرام يمن لارتيست كوافور. اي ديرنييرمون كيفاش يقولوها، مش ديرنييرمون، اخيرا وليس اخيرا، نعمل ريميرسيمون لشوسور جوليس اللي تلقاوها كيف كيف في اكثر من 15 بوانت فونت على كامل تراب الجمهوريه من الشمال حتى للجنوب، وعامله دوزيام ديمارك توا في السول توصل حتى ل 50% من التخفيضات. ميرسي نمشيو لعماد. كالعاده جورو ميرسي سي ان ديم اللي لبسني ولبس فاطمه. دونك سي ان ديم تلقاوه موجود في سكره كما تلقاوه موجود في المروج واحد، باج فيسبوك انستغرام سي ان ديم سكره. بور لي شوسور جورو ميرسي انورميمون اشريني، دونك تجمو تلقاو لي شوسور بور فام اي بور اوم على الباج فيسبوك اشريني، تجمو تعديو لي كوموند نتاعكم والبايمون على ليفريزون باج فيسبوك اشريني. اي جورو ميرسي امين كواف على الحجاب المزيانه، ميرسي بوكو امين كواف، تلقاوه موجود في دخله حي الواحات باج فيسبوك امين كواف. ميرسي بوكو عماد. انا كيف نشكر السنتر ديستيتيك اللي هو الخاص بيمن لارتيست كوافور، تلقاو في حال واحد باج فيسبوك وانستغرام يمن لارتيست كوافور. كما نشكر سي ان ديم البوتيكات تلبس فيه وتلبس فيه عماد اللي تلقاو في طريق سكره كما تلقاو في المروج واحد، باج فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكره عندهم سولد، مشيو شوفوا شنو عندهم. كيف عندهم نوفيل كوليكسيون كما انزو شوز تلقاو في المنزه الثامن، كل جمعتين عندهم نوفيل كوليكسيون كما عندهم برومو على كوليكسيون اللي قبل، اطلبوه وشوفوهم على باج فيسبوك نتاعهم والانستغرام انزو شوز. ميرسي بوكو ليكيب تكنيك، ايكيب العدد زميلتنا منيا الحرزي، جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه بسلامه. نعرفوك مرا حاثقة وقديرة، تبعناك في الكبيرة والصغيرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية، وردة سرها المحبة. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولا نهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها، بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. جبن مرياح مياه بالمياه حليب. مع سماحة شيف مسهل هالبنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مام معينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم لطريق الخير والسعادة. اليوم باش نحكي لكم على راجل دارها شليلة ومليلة، يفركس على شكون يلقى له حل للشنشينة. هاد الشنشينة هذه تقول على حاجة تونسية
كوتتها أقوى من أقوى كوتة توصل لتربحك 200 مليون وفلوسك تاخذهم جارانتي ماهوش تحت التوتة. هاك الرجل المسكين اصبر أكثر من صبر أيوب بسنين حتى لين ضعاف اتعل وما لقاه حتى واحد يعطيه الحل. منين باش يلقاه الحل؟ الوقت هذاك ما فماش ناس. أما توا اجبد تليفونك وطول ادخل على تونس بات. تونس بات أقوى من أقوى كوتا.